مجلس الأمن يدين حصار المدنيين في سوريا وسباق على الأرض لتعزيز المواقع قبل مفاوضات جنيف. الرئيس اليمني يعين العميد يوسف علي الشراجي قائدا لمحور تعز واللواء أحمد سعيد بن بريك محافظا لحضرموت. اجتماع أمريكي أوروبي إيراني في فيينا لطي صفحة الملف النووي، والوكالة الذرية تصدر تقريرا يسمح برفع العقوبات. تنظيم القاعدة يضرب في أفريقيا، وعملية كوماندوز تحرر 33 رهينة من فندق بعاصمة بوركينا فاسو. قوات الجيش العراقي تواصل حملة في البصرة للقضاء على ظاهرة النزاعات العشائرية والطائفية في المدينة. انطلاقة متعثرة للعام الجديد اقتصاديا مع هبوط حاد في أسواق المال والنفط. ثوران بركان أوبيناس في بيرو ورماده يغطي 7 مدن.